احنا اليوم متواجدين في هذه الحديقه ديال ابن زيدون، واحد الحديقه اللي تم الافتتاح ديالها من بعد ما كانت انها مغلوقه، من بعد تم يعني التاهيل ديالها. فمن بعد التاهيل هذا تمت المحافظه على هذه الحديقه بجميع ما كانت تمتلك من نافورات، من ابواب، من ممرات. المساحه ديالها هي كتجاوز واحد 4 هكتار ونص، فهي حديقه اللي كنتمنوا انها تكون حديقه ايكولوجيه، حديقه اللي يمكن للزائرين يلقى فيها ذاته، حديقه اللي كنتمنوا ان الناس يلقاو يعني فين يلعبوا الاطفال ديالهم ويحترموا اكثر. فكنتمنوا ان تكون حديقه نموذجيه وايكولوجيه باعتبار ان الساكنه هي اللي خصها تحافظ عليها. حنا وضعنا رهن اشاره الساكنه هذه الحديقه يعني في مستوى عالي، وايضا تم اقرار وتم تعيين ما يسمى بمحافظ ديال هذه الحديقه هذه، ثم ايضا واحد الفريق مكون من فريق ديال الصيانه، فريق ديال الصيانه ديال والبستنه، فريق ديال النظافه، ثم ايضا فريق ديال المراقبه والمحافظه، ثم ايضا الحراس. كنتمنى ان هذه الساكنه يعني تشوف هذا الانجاز هذا وتحافظ عليه اكثر، ويعني وتملك هذه الحديقه هذه. وسيتم يعني السير في نفس المنهج ديال تعيين ما يسمى بمحافظين في جميع الحدائق التي سيتم افتتاحها ان شاء الله، اللي هي حديقه لالا مريم، حديقه ابن زيدون جوج، حديقه اولهاو، حديقه لالا مريم، ثم ايضا حتى الحديقه المتواجده حديقه الطيور سابقا. المهم فضاء زوين بزاف، ونتمنى ان شاء الله يكونوا بزاف ديال الفضاءات بحال هادو في عام قريب ويتحلوا، ونتمنوا من الناس انهم يحافظوا على هذا الشيء هذا، لانه باش نلقاو فين زعما كنخرجوا الطاقات السلبيه ديالنا وناخذوا لينيرجي اللي زوينه، وما يبقاش اكادير كي زعما كنخايب، ونتمنوا ان هذا الشيء يزيد للقدام. وشكرا.